في الموعد المحلي. بداية الموعد المحلي ستكون بشأن الاجتماعي، حيث تنتظر أميرة زياني ذات 8 سنوات والمنحدرة من ولاية الأغواط تنتظر لفتة من قبل المحسنين، وكذا وزير الصحة بعد أن أصيبت بمرض نادر تسبب لها في نزيف دموي من العين اليسرى، وكان كذلك سببا في إصابتها بفقر الدم، كما عرقل نمو جسمها بشكل طبيعي. المزيد مع سعداوي العرج ووردة قشيش. أميرة زياني صاحبة 8 سنوات والمنحدرة من بلدية أفلو ولاية الأغواط أصيبت منذ 8 أشهر بمرض نادر يتمثل في نزيف دموي من العين اليسرى، وهو الذي تسبب لها بفقر الدم والصداع وعدم التركيز، كما أثر على نموها بشكل طبيعي، حيث تزداد حالتها سوءا يوما بعد يوم. في بدء الامر هذه الحاله بداتها منذ 18 19 الاطباء هنا ما عرفوش الحاله هذه. كي بغيت لي دائما الطلاب يزقوا وانا ما نطيقش، هذا الزق يضرني في راسي يعش غيسيل. والد أميرة لم يقف مكتوف الأيدي، فصال وجال بها عبر كامل التراب الوطني وحتى الخارج، حيث زار المستشفيات العمومية والخاصة أين عجز الأطباء عن إيجاد حل لابنته. الأخصائيين كانوا حاسبينها كما يقولوا جاية على أساس أنها ضربة ولا حاجة، وكي رحت للمستشفى الكوبي الجزائري بورقلة حدد لي البروفيسور الكوبي حدد لي ماهية هذا المرض، واللي هو قال لي مرض نادر، هذا المرض قليل يعني قليل وين تكون الإصابة به من هذه. نظرات أميرة تقطع قلب كل من يراها، فالألم ينهش جسدها الصغير فيما يقف والديها عاجزين في انتظار أمل قريب. دائما في شأن الاجتماعي، ومع كل دخول مدرسي وجه الطفل أيمن من المسيلة نفس المشكل، كونه من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الأمر الذي يمنعه من الالتحاق بمدرسة بعيدة على مسكنه ليرفع طلبه بتحويله إلى مدرسة أقرب، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض. التفاصيل مع فاروق خضراوي ونجم بوكرش. هي دموع أيمن الذي يبكي بحرقة، ليس من الإعاقة التي ابتلاه الله بها بل من صعوبة مزاولة الدراسة، فعند كل دخول مدرسي لا يستقبل التلميذ أيمن ببلدية سيدي عيسى بالمسيلة من طرف أقرب مدرسة لمسكنه، ورفض طلب والده المتمثل في تحويل قسمه من الطابق العلوي إلى الطابق السفلي. المدرسة وجع عرقيل بزاف، وترجينا هذا المدير تاع المدرسة قريشي، ورحت حتى المفتش هضرت معه قال لي كي تسيب له حل روح انا نطلب منهم بيساعدوني وبه نقرا قد فرد بنتي بركي وصلني لكوري. طلب والد أيمن المسجل في السنة الخامسة ابتدائي قبل بالرفض، فكان بداية لمعاناة طفل سلب حقه في التعليم، فهو الذي أهدر عاما دراسيا كاملا في السنة الفارطة، مما أجبره على التحول إلى مدرسة بعيدة عن منزله رغم خطورة قطع الطرق السريعة. بإذن الله راح نشوف ونسعوا مع المدير إلى الضرورة، لأن هم أصحاب الاحتياجات الخاصة ملزمين، هو مواطن، هو شخص، هو فرد، هو إنسان، لازم احنا نوفروا له المناخ سواء المهني ولا التربوي ولا العائلي. طاقم النهار توسط لدى رئيس بلدية سيدي عيسى من أجل التدخل ومساعدة الطفل، وهو الذي وعد بذلك. قصة البرعم أيمن هي عنوان للكثير من الأطفال المعاقين الذين يعانون من التمييز داخل المدرسة الجزائرية.
نشير فقط أنا مدير مدرسة مئتي مسكن السيد محمد قريشي، وهي المدرسة التي تم فيها رفض أيمن. إذن وفي اتصال هاتفي كشف لنا أنه ليس لديه أي مانع ليلتحق أيمن بالمدرسة، شرطة أن يتم أو يتحمل والديه مسؤولية تنقله بها، لأن قسم السنة الخامسة ابتدائي تواجد في الطابق الأول. إذن في انتظار أن يمنح اهتمام لهذه القضية من قبل مديرية التربية وكل المشاكل التي تعترض فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل وزارة التربية. مشاهدينا، بقية الأخبار المحلية نتابعها بعد الفاصل. عودة من جديد مشاهدينا لاستكمال ما تبقى من أخبار الجزائر العميقة. إذن وبرغم من الانتشار الواسع للعادات الغربية في الأعراس الجزائرية التي اندثر معها الكثير من معالم الأفراح كالدربوكة والبندير، إلا أن بعض العائلات لازالت تحافظ على تراث الأجداد من خلال إحياء أعراسهم بالبارود والخيال. عينة ذلك من قلمة مع فاطمة زهراء شماخ وشاهين الزيزوي. بعيدا عن صخب قاعات الحفلات والموسيقى، لا زالت العديد من العائلة القلمية تحافظ على عادات توارثها الآباء عن الأجداد. عائلة قرارشا من دوار البطومة واحدة من العائلات التي لا زالت تحافظ على أصالتها وتقاليدها وتحيي الأعراس على وقع البارود والخيالة. هذه العائلة تحافظ على التراث القديمة وديما تحيي بها، وما زلنا إن شاء الله نعيهم، وحنا رانا ضد هذه الصديبات وهذه الديسك جوكي وهذه الأشياء الجديدة هذه، حنا ضدها. أنا ربينا من الحصان، من البوريسية، من الجد الأول حتى الأخر، وتبقى تمشي. تحت إيقاعات البندير، القصبة وعروض الفانتازية تبدأ مراسيم حفل الزفاف. ومع وصول العروس تخرج والدة العريس لاستقبالها وتقدم لها الحليب والتمر، كما تقوم بذر الحناء والسكر على العتبة، فترمي العروس بحبات القمح والبيض على عتبة المنزل، فتكسر حبة البيض برجلها اليمنى. كفل خير. الأهداف تاعنا راه باش نحيو التراث تاع الفروسية، واحنا باش نعاونوا العباد اللي باغيين يحوسوا على التراث، احنا باش نحيو التراث. والحمد لله عرفنا السيد ورحنا جينا وفينا بالعاد وجينا. الفولكلور الشعبي الأمر الوحيد الذي ما زال يصارع موجات الموضة والعصرنة، وهو من أشهر الطبوع الفنية التي تتميز بها الأعراس القلمية التي لا تزال تتميز بالطابع العروشي محافظة على تقاليدها. مبارك للعروسين اللذين مر في التقرير مشاهدينا في هذا أصل لختام الموعد المحلي. شكرا لكم، تفضل ناصر.